دولة فلسطين حاليا، تمام؟ يعني معايا يعني ما اتولدتش في مصر شباب، خليكم معايا، ناقش معايا انا، تمام؟ دولة فلسطين. طب احنا طبعا عارفين طبيعة أرض فلسطين، احنا عارفين مصر، وانتم بتدرسوا دايما في الجغرافيا فاتت عليكم أرض مصر ونهر النيل والكلام ده. طب احنا عايزين نعرف فلسطين دي طبيعتها ايه؟ وازاي السيد المسيح كان بيمشي فيها وبيتنقل فيها؟ هل زي مصر كده عادي؟ لا. فاحنا نعرفها واحدة واحدة. أول حاجة هنرسم الخريطة سوا. هنرسم الخريطة سوا. أنا هقول لكم بطريقة سهلة وجميلة. زي ما اتعلمناها بالظبط. أول حاجة احنا عايزين الصفحة بالطول كده، فهناخد الكورنر بالطول، فلسطين عارفين إنها مقطع بالطول. هنرسم أول حاجة حرف اللام. حرف اللام يعني حاجة بسيطة خالص، بس احنا بنرسم ساحل فيبقى خلوه متعلق أهو. زي اللام، لام، لام، حرف اللام بالعربي. بس خليه متعلق شوية ترسم ساحل. جميل؟ هتيجي هنا حتة اللي في فوق هنا كده قدام شوية، واعملي حتة عاملة زي نص قلب كده. نص قلب أو ركبة. يعني حتة متعلقة داخلة جوه المية. حاجة صعبة دلوقتي، أنا قلت حرف اللام يا شباب. الشباب اللي معايا بترسم هشوف ورقكم. حرف اللام وهنعمل نص ركبة هنا بالظبط، تمام؟ هنا. ما أنا قلت، حتى لو مركز معايا، أنا قلت في أول مقطع الصفحة من فوق بالطول. بالطول، مقطع الصفحة بالطول. وقلت اللي حابب يرسم في ظهر الصفحة. مش هسألش السؤال مرتين. قدام الركبة دي من هنا هنرسم كومتراية مقلوبة. عارفين الكومتراية؟ نرسم الكومتراية أهي مقلوبة. شكل كومتراية مقلوبة أو مثلث مقلوب، بس روعة إن أنا برسم ساحل فمتعرض مش خط مستقيم. الناس المهندسين أنا ما برسمش خط مستقيم. جميل؟ طب هنا عند هنا من تحت من هنا، مركزين معايا، من تحت من هنا عند الآخر هروح هنا وتحت دي كده هرسم حاجة شبه البوت. عارفين الجزمة البوت؟ نرسم كده بص أيكروكي كده، يعني مش لازم قوي أهي. فانا قلت اللي ورا يشوف انا هعمل ايه؟ تاني هنا رسمت حرف اللام وفي نص قلب هنا، قدام نص القلب قدام كده وسبت مكان عريض عشان اشتغل هنا، عملت كومتريه مقلوبه. تحت الكومتريه في نفس السيمتريه بتاع الكومتريه المقلوبه، وهنا على الخط هنا تقريبا عملت شبه جزمه بوت. الجزمه البوت اللي بتلبسوها صعبه كده؟ صعبة كده؟ نبتدي نوصل بقى. نوصل ليه؟ نعمل خط كده متعلق رايح جاي متعلق جامد اهو. اهو. رسمنا الخريطة. خلاص مش هرسم حاجة تاني. ايه؟ أنا عايزة أتفرج بقى على الشباب الحلوين، وريني بقى فين؟ فين؟ فين اللي أنت رسمته؟ ما رسمناش حاجة. فين اللي أنتوا رسمتوه؟ أنا قلت الظهر الورقة أرسمه معايا. شاطر برافو. اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ عيش يا جاز. خلاص كده يا شباب؟ دي بقى نفس الورقة اللي معاكم في الوش، تمام؟ بس أنا بعلمكم الخطوات عشان المادة دي تشرح للمهتمين بتوعك، تعلمهم الخطوات بسيطة خالص، حاجة صعبة؟ ما فيهاش أي حاجة صعبة. هي دي أرض فلسطين. تعالوا بقى أنتوا معايا نملى الفراغات اللي جوه وتقولوا لي أسمعهم إيه؟ إيه رأيكم؟ ده إيه؟ انا مش برسم خريطه مصر. انتوا مين هنا جغرافيا ولا تربيه؟ قسم جغرافيا ولا ايه؟ المنطقة الواحدة لها أكتر من اسم.
يعني مثلا هتتكرر في كذا مره بس باسم مختلف. انا عرفها ان هي هلال لما يقول البحر الكبير، خلاص عرفت انه البحر المتوسط. انا بقول لكم اسمه الحالي عشان انتوا تبقوا فاهمين، اما يقول لكم البحر الكبير هو البحر المتوسط. البحر الغربي، طب الغرب مين بقى؟ دي فلسطين، يبقى ده الغرب وده الشرق، فهو الغربي بالنسبه لفلسطين، بالنسبه للاجزاء اللي كان عايش فيها المسيح. طب طالما في غربي يبقى اكيد في شرقي. نروح بقى البحر مين ده؟ لا لا حول الله يا رب. هو البحر الاكبر شكل الموت؟ طيب عشان مش يعني ماشي، البحر الميت ده البحر الميت او اسمه ايه؟ طب انا ايام زمن السيد المسيح ما كانش اسمه البحر الميت، ما فيش في الكتاب المقدس ذكر خالص كلمه البحر الميت، كان اسمه ايه؟ البحر الشرقي او بحر الملح. البحر الشرقي او بحر الملح. يبقى ما يذكر في الكتاب المقدس البحر الشرقي عرفت ان هو البحر المين؟ البحر الميت. تمام؟ خلاص. طيب طلع منه ايه بقى ده؟ ايه كمان الكمتراية الحلوة المقلوبة دي؟ الكمتراية دلتا، واحدة بتقول دلتا. ايه رأيك مصر جت فينا ايه؟ قالت لا لا ده حلو الجغرافيا، لا اتقلتوني كده. هما فاكرين بابا يسوع ما كان بيروح يصطاد، يصطاد في ايه؟ ايوه بحيرة ايه؟ صيدا؟ طبرية. ايوه كده، مفيش حاجة اسمها انت بتألف كده. دعوة دي بقى اسمها ايه؟ لها ثلاث اسماء. لما تذكر في الكتاب المقدس عرفوا ان هي هي. أول حاجة اسمها بحر الجليل، يبقى دي رقم ثلاثة. أنا كل الحاجات الماية هنا بقولها لك. بحر الجليل. الجليل. منطقة الجليل. بحر الجليل أو بحيرة طبرية. أو بحيرة جينا سارت. هو أنتوا ما بتقولوش الكتاب المقدس في إنجيل مرقس قال بحيرة جينا سارت، ما سمعتوش عنها؟ يعني سمعتوا كلمة بحيرة جينا سارت دي في الكتاب المقدس؟ هي دي. طب بحيرة طبرية سمعتوها كان بيصطاد في بحيرة طبرية؟ هي دي. لما قال نروح بحر الجليل؟ هي دي. يبقى لها ثلاث أسماء موجودين في الكتاب المقدس. أي مرة يذكر فيه ولي جرجس، وليه كتبت؟ فين؟ كتبت اللي انا بكتبه؟ بحر الجليل او بحر او بحيره طبريه او بحيره جينا سارت. تمام؟ ايه بقى النهر الجميل اللي موجود ده؟ الحمد لله. يعني مش نهر النيل؟ لا. لا شاطرين، برافو عليك، ايه الشطاره ده؟ ده نهر الاردن. اربعه نهر الاردن. يبقى النهر المتفرع ده نهر الايه؟ نهر الاردن. خلاص؟ نهر الاردن اهو طالع، هو بيبقى منحدر من فوق من جبل اسمه جبل حرمون، مش مشكلتنا دلوقتي، هو متفرع منه نازل على بحيره الجليل، دي بحيره ماء عذب، ماء حلوه يعني ميه حلوه مش ميه مالحه، ونازل بنهر الاردن مكمل المسار بتاعه في البحر الميت. البحر الميت بقى بحر نسبه الملوحه فيه اعلى نسبه ملوحه في اي بحر في العالم كله، عشان كده بيسموه البحر الميت. لان ما فيهوش اي اسماك، ما فيش اي كائن حي بيعيش فيه، ليه؟ نتيجه ان نسبه الملوحه فيه عاليه جدا، عشان كده سموه البحر الميت، وزمان كانوا بيسموه بحر الملح. تمام؟ يبقى دي كلها ادي كده بقى دلوقتي الاماكن او اللي كان السيد المسيح هنلاقيها في الكتاب المقدس باكثر من اسم. كناره ده في العهد القديم، برافو، بس انا ما جبتش سيرته. على فكره كل الاسماء دي لها اسماء ثانيه في العهد القديم، ملهاش مجال بقى لذكرها دلوقتي. بلنجيب عشان دي في العهد القديم. دي في انت فاتحه خريطه فلسطين في العهد القديم، افتحي لي خريطه فلسطين في العهد الجديد. لا في زمن السيد المسيح في فلسطين. خلي بالكم مصر في مصر ايام مثلا العهد الفاطمي غير ايام اما الانجليز احتلوا، غير ايام دلوقتي، كل اسم من البلاد بيتغير. عشان كده قلت لكم دي اسماء في العهد القديم. العهد القديم ايام يشوع وايام دخول شعب بني اسرائيل كان لها اسماء ثانيه، مع مرور الوقت والسيد المسيح لما جاء لها اسماء ثانيه. فاهمين؟ فالاسماء بالاماكن بتتغير، ده بطبيعه الحال. هي القاهره دلوقتي مش اسمها القاهره، كان زمان اسمها الفسطاط.
يعني وهكذا مع مرور الزمن ومرور الحكام على البلد بيتغير اسماء الاماكن خلاص. فيبقى هنا بحر الجليل، بحيره طبريه، بحيره جيناصر في العهد الجديد، اسماء في العهد القديم ما لناش مجال دلوقتي. طب ده دي كده بالظبط دي دوله فلسطين. طب ايام السيد المسيح كانت متقسمه ازاي؟ انا بركز، كانت تحت الاحتلال الروماني، فالرومان كانوا مقسمينها لثلاث اقاليم. يعني ايه اقليم؟ زي المحافظه دلوقتي، احنا دلوقتي في ايامنا مروكو مصر متقسمه كام محافظه، ففي محافظات هكذا. فلسطين في زمن السيد المسيح كان تحت الاحتلال الروماني متقسمه لاقاليم، اقاليم يعني محافظات. طب السيد المسيح خدم فين؟ انا هركز على اكتر ايه؟ خمس اقاليم. تعالوا مع بعض نشوف الاقاليم دي شكلها ايه؟ انا طالما خطوط هرسم بالليستو ده، يعني انا هحاول معاكم ارسم بالالوان. نركز في الاقاليم دي نقسمها ازاي؟ ثلاث اقاليم غرب نهر الاردن، ادي نهر الاردن نقسمهم. ازاي؟ اجي هنا النص كده اسيب جزء في نهر الاردن اعمل نقط، واسيب هنا جزء برضه واعمل نقط. يبقى كده اتقسمها، ادي واحد اثنين ثلاثه. انا ارقام البحر بالارقام الاقاليه ماشي، بس يعني انا بقول لكم ايه، ادي واحد اثنين ثلاثه، ادي ده اقليم وده اقليم وده اقليم. طب ايه؟ انا قلنا اقليم يعني محافظه، قسمه بالشكل ده، سيبوا جزء في نهر الاردن هنا ونهر الاردن هنا وجزء كده. طب نعرف ايه الاقاليم دي؟ انا هكتبها لسه. اصل في تاني عشان احفظ الخمس اقاليم معلش. فواحد اول حاجه نسميه اقليم الجليل. اقليم الجليل، وعشان كده بحيره او بحر الجليل اتسمى على اسمها اقليم الجليل. اثنين اقليم السامره. السامره. ثلاثه اقليم اليهوديه. طب في اقليمين تانيين او في اثنين تانيين وكمان اثنين امميين، حتى الان دي اقاليم فيها ناس يهود عايشين. طب ايه الاقليمين التانيين؟ شرق نهر الاردن، تعالوا نشوف شكلها ايه. هناخد كده من عند نص البوت، النص بتاع البوت ده، ونطلع كده لغايه نص السامره من هنا، حاجه بالطول كده. اعملها بالاسم ده تمام اهي، شايفين كده حته بالاسم وبالطول اهي، واخداها بصوا مش دي السامره، من نص السامره لنص البحر الميت اهو، حاجه شريط بالطول كده شايفينه؟ من نص البحر الميت اهو، من نص السامره من الناحيه شرق الاردن، شرق نهر الاردن. ده رقم اربعه اسمه اقليم ايه؟ بيريه. اقليم بيريه، ادي اربعه اقليم بيريه. اقليم بيريه ده للاسف لما جم يترجموا كتاب المقاطس اللي من ايدينا اللي هو تعتمد فانديك ما ترجموش، ترجموا باللغه العربيه. فاقليم بيريه هو اقليم باللغه العربيه عبر الاردن. فلما يجي يقول لك السيد المسيح ذهب الى عبر الاردن، هو اقليم بيريه ده، يبقى اكتبوا جنبها كده اقليم بيريه معناه عبر الاردن. اتذكر عندنا في الكتاب المقدس في النسخه اللي معاكم بعبر الاردن، في بعض النسخ اللي هي النسخه اليسوعيه والنسخ المترجمه الاخرى بتسميها بيريه، فهي بيريه بالروماني او في العهد الروماني يعني، وبالعربي عبر الاردن. فلما نقول السيد المسيح يقول لك ذهب الى عبر الاردن، مش هتلاقوا ولا كلمه في الكتاب المقدس مكتوب بيريه، صح؟ هي بيريه اللي هي عبر الاردن، جميل؟ يبقى دي نتيجه الترجمه اللي معانا، هي اترجمت كده. فايا كان بيريه او عبر الاردن هو اقليم واحد. يبقى شفتوا نعرف اماكن جديده ازاي؟ طب بقت بقى اقليم كمان الخامس، الخامس اللي السيد المسيح برضه راح خدمه فيه. هنطلع من هنا كده النص ده ونطلع لفوق، طبعا يعني مش مشكله السبوره معانا فوق لغايه نص الجليل. يعني هو اعرض من كده طبعا بس مش مشكلتنا. عند نص بحر الجليل كده من نص، ومن نص بيريه من هنا. ده رقم خمسه واسمه اقليم المدن العشر. ده اتذكر في الكتاب المقدس بالاثنين بالعربي وبالروماني. قال المدن العشر او اقليم ديكابوليس،
أريمورموس الرسول في إنجيله قال اسمه إقليم ديكا بوليس. ديكا باليوناني يعني 10 بوليس مدن، 10 مدن، هو تحالف 10 مدن. يبقى 5 إقليم المدن العشر أو العشر مدن أيا كان. إقليم العشر مدن أو المدن العشر اللي هو ديكا بوليس. يبقى ده الوحيد اللي اتذكر في الكتاب المقدس بالاسمين، ديكا بوليس والعشر مدن. هي جرجس بترسم وبتكتب؟ هسألك. يبقى خلاص عرفنا الخمس أقاليم اللي السيد المسيح خدم فيهم. أراجعهم تاني معايا يا شباب، في حد واقف معاه حاجة؟ إقليم العشر مدن، إقليم العشر مدن أو ديكا بوليس أو المدن العشر، ما فرقتش، هو تحالف عشر مدن. إيه؟ منين لفين؟ من نص إقليم بيريا، من بعد إقليم بيريا كام النص؟ طالع لنص بحر الجليل، شرق نهر الأردن، في الشرق نهر الأردن، ده الإقليم الخامس. في إقليم فوق كمان مش هقول لكم اسمه، أنتوا هتلاقوه ممكن في الكتب بالأسماء، مش مهم اسمه. أنا يهمني المدينة اللي زار فيها السيد المسيح. هي إقليم أمري اسمه إقليم إيطوريا وتراخونتيس، ما تكتبوهوش، مش عايزاكم تكتبوه تتلخبطوا. اسمه إقليم إيطوريا وتراخونتيس، ده إقليم أمري السيد المسيح زار فيه، بس مدينة اللي تهمني فيه اللي هي فوق اسمها كده اسمها قيصرية فيلوبوس. سمعتوا عنها؟ أكيد سمعتوا عنها في الكتاب المقدس، قيصرية فيلوبوس. هنعرف السيد المسيح عمل عندها إيه، دي فوق أوي. الإقليم اللي فوق ده اسمه إقليم إيطوريا وتراخونتيس، مش هلخبطكم لأن مش عايزة اسمه، لكن عايزة منه المدينة اللي زارها السيد المسيح. إقليم اللي هي مدينة قيصرية فيلوبوس، شرق نهر الأردن فوق أهي. طب في تاني إقليم أممي، خلاص وبعد كده بقى خلاص هبتدي أكتب المدن. برضه زار السيد المسيح هنا من فوق في إقليم أممي اللي هو شفى فيه ابنة المرأة الكنعانية. عارفين شفاء المرأة الكنعانية فين؟ في سور وسيطر. أنت قلت لك كتاب مقدس؟ ده إقليم اسمه إقليم فينيقيا. أنتوا لو فينيقيا دي هي لبنان حاليا. إقليم فينيقيا اللي هي لبنان، أخدتوا بال فينيقيا وإقليم فينيقيا أكيد خدتوها في الجغرافيا دي، اللي هي لبنان حاليا. ففي فوق مدينتين مهمين زارهم السيد المسيح، هي مدينة سور وسيطر. تمام يا شباب؟ أنا لغاية دلوقتي يا دوبك ما كتبتش غير الأماكن اللي زارها المسيح، ولسه ما كتبتش المدن المهمة بقى. صحصحوا معايا. في حد واقف معاه حاجة؟ طب أعيد إيه؟ إيه واقفين في إيه؟ آخر جزء من فوق النص قلب ده تعملي كده نقط، ده إقليم رفيع كده على الساحل واخد الساحل اسمه إقليم فينيقيا. إقليم فينيقيا ده اللي هو لبنان حاليا برضه، ده إقليم أممي السيد المسيح زار فيه مدينتين، مش مهم عندي اسم الإقليم قد ما مهم عندي سور وصيبة، بس تعرفوا إن هو في إقليم أممي. خلاص؟ إقليم أممي، خلاص؟ تاني بقى، يبقى السيد المسيح خلال فتح حياته على الأرض اتولد في زمن أرض فلسطين كانت محتلة من الرومان، مقسمينها إلى أقاليم. أول حاجة فوق إقليم الجليل، 2 إقليم السامرة، 3 إقليم اليهودية، وهناخد مدنهم دلوقتي المهمة. رابع إقليم بيريا بالطول أهو، وإقليم المدن العشرة أو العشر مدن اللي هو ديكا بوليس، وفوق في قيصرية فيلوبوس، دي مدينة أممية المسيح زارها، وهنا في مدينتين أمميين على ساحل البحر المتوسط سور وصيدا. كده دي الأقاليم اللي المسيح زارها. تعالوا بقى نبتدي نركز خدمة المسيح كانت فين؟ عشان نعرف خدمة، أولاً يا أولاد إحنا عارفين وأخدنا في الجغرافيا إن أي ساحل يبقى جنبه وادي سهل، فيبقى أرض منخفضة. فطبيعة أرض فلسطين إن هنا في ساحل وهنا في ساحل نهر الأردن. فهنا الأراضي منخفضة وهنا الأراضي منخفضة. طب في النص جبال. عارفين زي العمود الفقري كده بنشبهها، بنقول هو ده العمود الفقري. جبال في النص ومن هنا من جنب أراضي منخفضة سهل، ومن هنا أراضي منخفضة سهل. سهل يعني أرض منخفضة ممكن تمشي فيها أسهل، لكن في النص جبال، وجبال بقى طالعة ونازلة وجبال مرتفعات عالية. عارفين إحنا عندنا هنا زي
مرتفعات، يعني اورشليم دي على منطقه مرتفعه، وهكذا كل المدن، تلاقي مدن على حته عاليه ومدن من تحت، فطالعين نازلين طالعين نازلين على جبال. ده الوضع الارض هناك. طب والسيد المسيح ما كان بيمشي، ترى يا ترى كان لابس ايه؟ فيرلو، لابس الصندل السير، السير كمان، ولا في كوتشي سنيكر، ولا في اي كوتشي يساعده، ولا في اي حاجه. هو بيبقى لابس الصندل اللي هو السير اللي هم بيعملوه حتى دلوقتي في القدس، بيبيعوه سير كده بخيط، سير بسيط خالص الجلد، فبيبقى ماشي بيه على الاراضي دي. طب يعني تخيلوا، احنا بنتخيل دلوقتي هنمشي مع المسيح في رحله، انتوا معاه سيد المسيح لابس الصندل في جبال طرق غير ممهده بالمره. تخيلوا انتوا طلعتوا دلوقتي جبل البحر الاحمر في اناطوليس غير ممهد، هتطلعوه من غير سلم ازاي؟ تعرفوا كانوا بيطلعوا، كان اناطوليس بيطلع، او برضه سيد المسيح كده، ما كانش جبال ممهده. اللي يروح بعد كده وتسمعوا من اي حد زار القدس يبقى الدنيا ممهده وعاملين سلالم، ما كانش في اي حاجه ممهده، ولا في اسفلت، ولا كله كان بيطلع وينزل. فانا بتخيل معاكم اهو الطريق كان شكله ايه. تعالوا بقى نبص المدينه، الاقليم الجليل ده ايه، واقليم السامره، واقليم اليهوديه اللي سيد المسيح بالذات خدم فيهم. اقليم الجليل ده فيه مدن مهمه جدا المسيح عاش فيها وقضى فيها كتير وعمل معجزات كتير. كلمه الجليل اساسا معناها الدائره، تمام؟ كلمه الجليل معناها الدائره. منطقه الجليل دي يا اولاد كانت بيختلط فيها اثنين، يعني اليهود عايشين بجوار الامم. احنا عارفين زمان ان اليهود ما كانوش بيحبوا يعملوا الامم خالص، يتركوهم نجاسه، ده يعامل الامم ده غلط ما تعلمهمش، بس كانوا عايشين معاهم لكن ولا ياكلوا معاهم ولا يبيتوا معاهم. طب الصلاه هنا بيحبوا يصلوا، يصلوا فين؟ في المجامع. كان عندهم حاجه اسمها المجمع، يجتمعوا كل يوم سبت ويوم الرب ويصلوا في المجامع. طب امال اليهوديه؟ لا، اليهوديه فيها اورشليم، اورشليم هنا تحت. تعالوا اكتب لكم المدن كمان احلى عشان تبقوا ايه؟ متخيلين. فوق في اقليم الجليل اهم مدينه عاش فيها السيد المسيح لمده 30 سنه الناصره. برافو عليكم. تيجي في النص الناصره. طب انا عايز اقول لكم احنا بنرسم رسم تقريبي، يعني لو رحت الخريطه هتلاقيها اوضح تمام، هتلاقيها يعني انا بقول قامه او نايمين فين، فوق او تحت، مش فارقه معايا. المهم بس الاماكن اللي على البحر تبقوا عارفين ايه اللي على البحر وايه اللي في النص. فاهمين؟ احنا مش في امتحان جغرافيا. احنا بنرسم بالتقريب نعرف المسيح كان ماشي ازاي. فالناصره في النص، ده اقليم الجليل. طب وايه اهم مدينتين تاني في اقليم الجليل اللي سيدنا المسيح خدم فيهم؟ كفر نحوم. كفر نحوم وطبريه كانوا على البحر بيصطادوا، يبقى فين البحر هناك؟ بحر الجليل. ملهاش دعوه خالص بالبحر المتوسط. اقليم الجليل ما كانش حد بيروح البحر المتوسط فيه. تقريبا ما كانش تبعهم، ممكن يكون تبع حاجه تانية. لكن هنا ادي كفر نحوم عند اللي راسه كمثرايه كده، دي كفر نحوم. تحتيها هنا تحت كده قوي طبريه. في النص مجدله. عارفين مريم المجدليه؟ اهي من مجدله. يبقى الناصره في النص اللي هنا شايفين، النص اهي مش بعيده عن البحر الناصره. طب كفر نحوم في راس الزاويه فوق اهي، في راس الكمثريه فوق. تحتيها مجدله، تحتيها طبريه، مدينه طبريه اللي هي اتسمت على اسمها البحيره، بحيره طبريه. جميل؟ في هنا كمان فوق كفر نحوم عند مصب نهر الاردن هنا في بيت صيدا الجليل. خلي بالكم احيانا الاسم بيتكرر في اكتر من مكان. يعني هنشوف دلوقتي انه حتى في اسماء المدن ساعات بيكرروا اسماء المدن. يعني هنا بيت صيدا الجليل، وفي قدامها على الناحيه الثانيه بيت صيدا جولياس تبع اقليم ايطوريه. ده دي بيت صيدا ودي بيت صيدا. بيت صيدا يعني بيت الصيد، نتيجه ان كلهم كان مكان بيتشهر، كان المكان مشهور بالصيد، فيبقى في هنا الكتاب المقدس يذكر لنا ان في مدينتين اسمهم بيت صيدا. بيت صيدا الجليل اللي فيه منهم بيت اللي كان ساكن فيها بطرس وندراوس، مش بقول لك بطرس وندراوس، لازم بيت صيدا الجليل. بطرس وندراوس كانوا من بيت صيدا الجليل، امال بيت صيدا جولياس اللي في الشرق اسمها بيت صيدا جولياس نسبة إلى جوليا بنت قيصر. بيت صيدا جولياس دي اللي هنكسب فيها معجزة إشباع الجموع. اللي في الشرق جولياس، واللي هنا بيت صيدا اللي في الغرب اسمها بيت صيدا الجليل. في الجليل أي حاجة في إقليم الجليل تبقى طبعا إقليم الجليل. فاضل مدينتين هنا ايا كان بقى فوق او تحت، عشان هتلاقوا ساعات في الخريطه فوق او تحت مش مهم عندي، المهم اللي تعرفوا ان هم هنا بس. قانا الجليل ومدينه نا
اثنين. دي القامة الجليد، ودي تم فيها طبعا معجزة تحويل الماء إلى خمر. يبقى دي قانا الجليل، ونايين اللي فيها أقام ابن أرملك نايين. يبقى دي في الجليل، عرفنا المناطق دي فين؟ مش مشكلة بقى نايين طلعت فوق أو قانا طلعت تحت، إن هو مش على البحر، اللي على البحر هما اللي على البحر والدول. تمام؟ يبقى ده إقليم الجليل. إقليم الجليل قلت لكم إن اليهود كانوا عايشين مع الأمم، تمام؟ فكانوا ناس بسيطة هناك. كل المنطقة هنا المنطقة دي خصبة جدا جدا جدا، من أجمل المدن في فلسطين. حته خضراء وجميله، فكانوا مهتمين قوي بالزرع والصيد. كانوا يعني نتيجه ان بحر الجليل عندهم، ودي بحيره متوفره بالاسماك، فكانوا كلهم انتهوا مهنه الصيد ومهنه الزراعه. فناس حرفيين، ناس بسطه، فناس بسطه. فنلاقي انجيل معلمنا متى ومرقس ولوقا يهتموا بخدمه المسيح في الجليل، نلاقي كلها امثال. سيدنا المسيح ينزل للناس البسطه، مش نقوم بالامثال عشان دي ناس بسطه تعلمها على قدها. تمام؟ ناس رفيين، ناس على قدهم، فكان المسيح بينزل لهم دايما بالامثال، وتلاقيه كرر هنا امثال مثل الزارع، مثل اللؤلؤه، كل الحاجات دي نتيجه يعني اللؤلؤه نتيجه ان هم بيصطادوا، فيقول الصيادين طب مثل الزارع عشان الفلاحين بيزرعوا، فاهمين؟ بينزل معاهم ويتكلمهم بطريقتهم. طب نيجي بقى اقليم السامره، اقليم السامره ده بقى يا شباب اقليم يعني انفصلوا عن اليهود. ما عادوش يهوديين، ما عادوش تبعوا اليهود، بقوا هم اخترعوا لهم ديانه اخرى، اخذوا بس شريعه موسى ودخلوا الوثنيين عليهم واتجوزوا الوثنيين، فاختلطوا يعني هناك اليهود اختلطوا بالامم، فبقوا عملوا جيل جديد كده مسمينه السامريين، تمام؟ اهم مدينه فيها والمهمه قوي عندي وعايزه اعرفها هي مدينه ايه؟ سخار، برافو عليك. ايوه كده. سو قابل فيها مين؟ مرأة السامرة. يبقى خلي بالكم عشان هقول في الاخر حاجه، ها؟ يبقى السامرة دي اهم حاجه عندي فيها اقليم، تبقى مدينه سخار اللي قابل فيها مرأة السامرة. قلنا يبقى الجزء ده جزء يهود مختلطين بالامم، اتجوزوا وغيروا العباده وعملوا نفسهم كهنه جديده، وبقوا عملوا هم العبادات لوحدهم، فخلاص بقوا ما اصبحوش يهود معاهم في نفس الصلاه وفي نفس الكلام، خلاص؟ نيجي لاقليم اليهوديه، وده المهم بقى عندنا. اقليم اليهوديه فيه ايه؟ تعالوا بعد كده البحر الميت اهو ونهر الاردن، عند مصب نهر الاردن روحوا تلت كده، اورشليم هنا. بصوا فين اورشليم؟ ادي اورشليم. عند مصب نهر الاردن في البحر الميت، تعالوا ادخلوا كده تلت، ادخلوا جوه تلت، دي اورشليم. اورشليم اللي فيها الهيكل، اللي فيها الحج، كان كله يحج في العيد، الحج ده كانت فريضه موسى عملها ليهم، كل شعب اليهود في انحاء العالم وبما فيهم الجليل يروحوا يحجوا في عيد الفصح وفي عيد الفطير وفي اعياد اخرى مكتوبه. الحج ده يعني زياره الاماكن المقدسه. الحج دوت هي معناها كده باللغه العربيه الحج، يعني زياره، فهم كانوا الحجاج اليهود بيروحوا فيه في العيد في اورشليم، فتبقى مزدحمه جدا في الاعياد. وده مقر العباده وفي هيكل وفي السنهدرين اللي هو مركز الحكام الكبار والشيوخ الاسرائيليين اللي هم المتعلمين، فكان فيها ثقافه عاليه قوي. تمام تمام، اليهود هناك مثقفين. طب ايه تاني مدينه مهمه هنا؟ تولد فيها المسيح؟ بيت لحم. تحتها كده هي تبعد عنها 8 كيلو، بيت لحم زي من هنا وقفر الدوار كده، يعني حاجه بسيطه، انا لكن اقل. تمام؟ يبقى بيت لحم. طب في مدن ثانيه مهمه؟ في عندي المهم بقى هنا عندي جبل الزيتون، جبل الزيتون، وعندي جبل الزيتون هنا تحت بيت عينيا، بيت عينيا، بيت عينيا اللي هو فيها بيت العازر اللي كان دايما بيرتاح فيه السيد المسيح. المثلث ده جبل الزيتون، طالما مثلث خدنا كده في الجغرافيا ان المثلث يعني جبل، صح؟ المثلث يعني جبل، ده جبل الزيتون. اصل هو على قدام ايه؟ على قدام اورشليم، جبل الزيتون. وتحت عند سفح الجبل كده من تحت في بيت عينا، كل ده حوالين اورشليم، يعني يا جماعه حوالينها ايه؟ يعني بيتوب عليها، يعني اللي هو في جبل الزيتون يشوف اورشليم زي المعطم كده ومصر القديمه، يعني اللي هو في المعطم يشوف في مصر القديمه. واخد بالكم؟ يعني مسافات بسيطه خالص. فيبقى ده جبل الزيتون، ده بيت عينا، اورشليم، بيت لحم. طب في حته مهمه بقى عند نهر الاردن هنا، اريحه. اريحه عند زكا، لما راح بيت زكا وقابل زكا هنا اريحه.
يبقى دي النقطة في أورشليم. طب في بقى حاجة مهمة جدا، اليهود بتوع من اليهودية وطبقوا يهود مثقفين متعلمين فمهورين شوية، يعملوا ايه؟ يحتقروا يهود الجليل. أدهبكم مثلا زي ناس أهل المدن لما يبصوا الريف بتوع الريف متفتحين، فتلاقوا في نسبة ايه ده ناس مثقفة وأهل مدينة يبصوا لبتوع الكرة دول متفلاحين، ما هما كانوا عاملين كده. اليهود هنا بتوع اليهودية ناس بقى مثقفين وفي الهيكل وتعليم وعلى تعليم الآباء الغملائيين زي بولس الرسول، واحد بقى يعني ايه مغرور بتعليمه، فكان يبص لليهود بتاع الجليل باحتقار، لكن بيعاملوهم. لكن يقاطعون السامرة. بصوا بقى الكلمة دي مهمة أوي، اكتبوها كده. يهود إقليم اليهودية يحتقرون يهود إقليم الجليل، ولكن يقاطعون يهود السامرة أو السامريين بالظبط كلهم. حاضر. إقليم اليهودية هنا في أورشليم عند مصب نهر الأردن، خش تاني كده. أورشليم أهي تحتها بيت لحم، قدامها جبل الزيتون، عند سفح جبل الزيتون بيت عينيا، بيت عينيا اللي هي بتاعت بيت العازر، وهنا أريحة على نهر الأردن. حلو خالص؟ هي دي المدن التقريبة في أورشليم اللي هنعرفها، وجبل الجلجوسة برضو هنا، بطل أنا قلت أورشليم الناحية التانية، عايزين أرسم لكم جبل الجلجوسة هيبقى من الناحية دي، يعني شمال أورشليم. يعني يمين جبل الزيتون وهنا جبل الجلجوسة اللي هو الصدر. يعني دول الجبلين مهمين عليهم حدثين مهمين، جبل الجلجوسة اللي اتصلب عليه المسيح في شمال يعني في الغرب سوري كده الغرب، والشرق جبل الزيتون. دول جبلين مهمين طبعا عليهم احداث مهمه جدا، جبل الزيتون وجبل الجلجوسة. الجلجوسة غرب يعني اورشليم اهي في النص، فانا مش عارفه ارسم فين اكتر من كده. اورشليم اهي في الغرب كده في ظهرها جلجوسة، وقدامها شرقها جبل الزيتون. تاني بقى يهود اقليم اليهوديه ايه؟ الزيتون. لا ده جبل، ده جبل جبل الزيتون حتى السيد المسيحي بيجتمع على تلميذه هنعرف ماشي. ده في احداث كتيره جبل الزيتون، وفي بستان جثمان. يبقى جبل الزيتون غير جبل الجلجوسه. خلاص خلاص يا ولاد الحته دي اكمل بقى. يهود اقليم اليهوديه اكتبوها على الموقع دي، يهود اقليم اليهوديه يحتقرون يهود الجليل ولكن يقاطعون السامره. طب يعني ايه بقى يقاطعون؟ يعني ما يمشيش من خلافها. لو انا مشيت من السامره اتنكس، لو انا رحت السامره اتنكس، طب هيعمل ايه السيد المسيح دلوقتي؟ اليهود اللي في الجليل هيعملوا ايه؟ هنشوف هيمشوا ازاي. نكمل اقليم بريه. اقليم بريه بقى ده كان مقر يوحنا المعمداني، اللي كان يوحنا المعمداني بيبشر فيه وبيعمد فيه، في مدينه مهمه مقابل اريحه. اريحه من الناحيه دي عند القيم اليهوديه، قدامها بيت عبره، قدامها على طول الناحيه الثانيه بيت عبره. بيت عبره دي اللي هو يوحنا المعمدان كان بيعمد فيها وعمد السيد المسيح فيه. يبقى يعني الشاطر كده الغربي اريحه والشرقي بيت عبره. يبقى القيم بريه ده مقر او مركز خدمه يوحنا المعمداني. فيها ايه؟ مدينه بيت عبره، هي دي المهمه. طيب في بيت عبره وبعض عشان اقول لكم للامانه بعض الترجمات مسميها بيت عينيا. بيت عينيا غير بيت عينيا دي عشان قلت لكم في اكتر من بلد، بعض الترجمات بتترجم بيت عبره بيت عينيا، بس الترجمه اللي معانا فندم اللي معاكم هي ترجمه بيت عبره. تمام؟ بس انا بقول عشان لو حد قرا في كتاب مقدس ثاني ترجمه ثانيه هيبقى بتساعد تترجم بيت عبره بيت عينيا، اوعوا تفتكروها انها بيت عينيا بتاعت العازر. دي حاجه ودي حاجه، بيت العازر بيت عينيا لا اليهوديه غير بيت عينيا بيريه. دي اهم مدينه في بيريه عايز اعرفها، خلاص؟ اطلع بقى على فوق اقليم المدن العشر، اهم حاجه عايز اعرفها فيه عند ساحل بحر الجليل كده، الحته دي اسمها جدره او جرجسه. اللي هي فيها الجرجسيين او جرسه، يعني تتسمى كذا اسم، مدينه جرسه او جرجسه او جداره. جرسه
جرسة أو جرجسة أو جدارة، هي اسمها كده، أسماء يونانية. ودي اللي حصل عندها، المسيح شفى المجنونين وطلعوا في خنازير ونزلوا البحر. فاكرين الحاسة دي؟ هي دي هنا بقى عند بحر الجليل، هنا في الشرق، عند شرق بحر الجليل. بصوا يا جماعة، يلا بقى نقول بقى كلمتين بسرعة عن الموضوع ده. أنا قلت لكم دلوقتي إن اليهود بتوع إقليم اليهودية يقاطعون إيه؟ السامريين. طب هيمشي إزاي سيد المسيح دلوقتي كيهودي ملتزم والعذراء مريم لما يحبوا يزوروا ويحبوا ويحضروا العيد في أورشليم؟ هيمشوا إزاي؟ هيمشوا كده؟ طب ما يمشوا إزاي؟ برافو، هيمشوا كده. نلف لفة بقى نشوف مين القلم الأحمر. أو من الناصرة؟ أهو هيمشي كده، يعبر نهر الأردن ويمشي بمحاذاة الساحل وينزل هنا كده، يمشي يعبر عند أريحة ويوصل أورشليم. شايفين الخط الأحمر ده؟ هو ده. تاني أهو هيمشي كده، هيمشي بمحاذاة الساحل، هيمشي تاني بقى. أشرح الحتة دي. قلنا إن هما بيقاطعوا السامريين وما ينفعش يعدوا من الأرض هناك، لان اللي بيعدي من هناك الارض كيهودي ملتزم ده يعتبر ناجس. تقول طب المسيح زار، لم يذكر في الكتاب المقدس، طالما سيد المسيح ما اتذكرش ان هو عدى من السامريه يبقى هو مشي زي اي يهودي ملتزم وعبر من الطريق اللي هو ده طريق القوافل والحجاج اللي بيمشوا فيه. لما يذكر في الكتاب المقدس ان هو دخل السامريه يبقى هو دخل، وهو دخلها ثلاث مرات بس. هيذكر في الكتاب المقدس في رحلتنا حياه المسيح، هقول لكم بالظبط دخل ثلاث مرات السامريه، هي دي اللي ذكرت في الكتاب المقدس. غير كده يبقى لما يقول السيد المسيح صعد الى اورشليم او السيد المسيح نزل الى الناصره او ذهب الى الناصره، يبقى مشي ازاي؟ اوتوماتيك بقى في دماغنا مشي ايه؟ طب تعالوا نبص الطريق ده واخد قد ايه؟ ايام زمان نهر الاردن ده يا شباب 120 كيلو لو خط مستقيم، لكن هو في الحقيقه مش كده، هو ضعفي المسافه، يعني ضعف ال 120 مرتين، يعني 360 كيلو. وده عشان متعلق، عشان هو متعلق، متعلق جدا، فانت الخط المستقيم ضعفين، تمام؟ طب قالوا هناك النظام كان بيحصل ايه؟ بيتجمعوا قوافل هنا عند نهر الاردن ويعبروا نهر الاردن. في ناس برضه هتسالني بيعبروا نهر الاردن ازاي؟ هو في قصور؟ لا، حاجه اسمها مخاضه نهر الاردن. ايه المخاضه دي؟ مخاضه يعني ارض ضحله، يعني ارض مرتفعه والميه قليله، فالاقدام ينفع تعبر عليها بالاقدام او بالحيوانات. يعني ارض ضحله، عارفين لما اقول كلمه ارض ضحله يعني الارض مرتفعه والميه قليله. ففي نهر الاردن كان فيه كده صخور عاليه شويه، فدي بيسموها مخاضه نهر الاردن، فيعبروا من خلالها. يعني يمشوا يتبلوا لغايه مثلا الكابون كده بس، فكان لازم يتبلوا هيتبلوا، ما كانش فيه جسور على ايامهم ولا حاجات زي كده. واساسا نهر الاردن حاجه صغيره، يعني اصغر من نهر النيل في عرضه حتى. اللي يروح يشوفه او اللي راح شافه كده يعني. يبقى ده نهر الاردن، تمام؟ يبقى هيتجمعوا قوافل من هنا ويمشوا. طب طريقه القوافل بقى دي عرفناها من الخلفيه التاريخيه، يعني الخلفيه التاريخيه للناس ايام السيد المسيح كانوا بيمشوا ازاي؟ كانوا بيمشوا يتجمعوا قوافل ويمشوا بمحاذاه النهر. ليه؟ عشان قلت لكم الاراضي من هنا من نص مرتفعه جبال ومن هنا الجبال برضه. لكن طول ما انت جنب النهر في ارض حلال مستويه، فبيمشوا بمحاذاه النهر، فيبقى ماشيين مع النهر، تمام؟ طب وكان زمان يجوا القافله تمشي، فايه اللي يحصل؟ يمشوا طول النهار ويريحوا من الساعة 12 للساعة 4 الظهر، ماشي، ويبيتوا بالليل في المكان اللي ميت الدنيا بليل. ليه؟ عشان ما يطلعش عليهم حرامية بالليل. فيبقى إذا بيستغرق الوقت، الوقت ده المسافة دي على فكرة من هنا لهنا 250 كيلو، يعني من هنا للقاهرة. من هنا للقاهرة، هقول لك اطلع امشي زي القوافل، خد الدابة، يعني لما يذكر إن السيد المسيح ركب دابة في الكتاب المقدس إلا بس تدخلوا أورشليم. غير كده كانت القوافل بيبقى للناس الكبار يركبوا الدابة اللي هو الحمار أو الأتان، يعني ما فيش جمال عندهم ولا حصنة، والحصنة دي مع القواعد الرومان بس، فدي هي دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن يركبوها الكبار السن. غير كده بيمشوا زي ما قلت لكم، يجي بالليل يبيتوا. المسافة من هنا لهنا تاخد من 6 ل7 أيام، من 6 ل7 أيام. يبقى كلمات بسيطة أحيانا بنقراها في الكتاب المقدس صغيرة لا تعبر عن مسافات طويلة ومجهود كبير جدا اتعمل. أرجع لكم بقى في حين كلمة واحدة بس، العذراء مريم. عارفين في زيارة العذراء مريم لإليصابات؟ إليصابات كانت ساكنة في جبال يهوذا، جبال يهوذا هنا. جبال يهوذا تحت هنا، تحت بيت لحم كمان، تحت. جبال يهوذا تحت.
انتوا شاطرين جدا معايا. جبال يهوذا. العذراء مريم، يقول الكتاب المقدس كده، اول العذراء مريم البشاره جتلها فين الاول؟ بشاره العذراء مريم الملاك ولا بشر العذراء مريم كانت فين؟ كانت قاعده فين؟ فين؟ ايوه قلتي في الناصره. برافو عليكي، في الناصره يا كامل، برافو. العذراء مريم كانت قاعده في الناصره، جه الملاك بشرها وقال لها اليصابات نسبتك حامل. يقول الكتاب المقدس كده فذهبت سريعا الى اليصابات. كلمه سريعا، انتوا كنتوا تفتكروا ان هي ساكنه فين؟ في البيت اللي ورا، صح؟ كل كنت اقول كده في النصيبه. ذهبت سريعا، ده العذراء ساكنه، ده اليصابات ساكنه جنبها، وذهبت سريعا. كلمه ذهبت سريعا، والعذراء كانت حامل في اول شهورها تعبانه، ونزلت مشيت المسافه دي كلها، زيد عليها لغايه جبال يهوذا ابعد من اورشليم، يعني اخذت من 6 لـ 8 ايام. في كلمة واحدة بس، واحنا بنقرا كتاب مقدس هنقرا بروح جديدة، كلمة ذهبت سريعا دي تبين قد ايه العذراء مريم في حبها للخدمة وسرعة استجابتها للخدمة. نزلت جري سريعا من 6 لـ 8 ايام سفر في القوافل. وحد قال لي مرة طب هي العذراء تسافر لوحدها؟ قلت له ما في قوافل، هي سافرت لوحدها فعلا، لان هما بيتجمعوا زي عاملة الاتوبيس كده، اول ما القافلة تتجمع يمشوا بيها. عرفنا منين؟ لما جه السيد المسيح وهو عنده 12 سنة كانوا ماشيين قوافل، بيمشوا الاطفال الاول ثم النساء ثم الرجال عشان الرجال يهمهم يعني. فالاطفال كانوا فاكرينه مع الاطفال وراحوا دوروا عليه. فاكرين القصه دي؟ هنفتكرها سوا. فلغايه دلوقتي انا كل اللي عملته ان انا شرحت لكم بس ارض فلسطين واديتكم خيال هنمشي ازاي. طبعا ما فيش وقت ان انا كنا جاهزين نتكلم عن الميلاد واحداث الميلاد، فخليها المره الجايه، بس انا عايزاكم المره الجايه. الواجب بقى اللي عليكم هترسموا الخريطه دي حلو جدا، الوانك احمر واصفر واخضر اللي انتوا عايزين تكتبوا لي المدن. يا ريت لو تكتبوا اسماء المدن بره 1 2 3 زي ما انا قلت كده، بيت صيدا مجدله طبريه، عشان عايزين تكتبوها على الخريطه. اوكي، يعني انا اهو عاملاها اهو، انا رسمها اهو على الخريطه ورسمها عارف بالالوان وكاتبه في نفس الخريطه وخط حلو وجميل. عشان كده قلتلكم خلوا فرصه للورقه من قدام تكتبوا فيه، صح كده؟ مش هنلحق دلوقتي فحلو، تمام. معلش نمشي معاك بعض، المهم تكونوا فاهمين. حد عنده سؤال في اللي انا قلته النهارده؟ يعني وعده تنزلوا ترسموا الخريطه، في حد عنده اي سؤال عن الخريطه؟ يبقى اقليم بريه ده مقر او مركز خدمه يوحنا المعمدان. فيها ايه؟ مدينه بيت عبره، هي دي المهمه. طيب في بيت عبره، وبعض عشان اقول لكم الامان بعض الترجمات مسميها بيت عينيا. بيت عينيا غير بيت عينيا دي، عشان انا قلت لكم في اكتر من بلد بعض الترجمات بتترجم بيت عبره بيت عينيا، بس الترجمه اللي معانا يا فندم اللي معاكم هي ترجمه بيت عبره، تمام؟ بس انا بقول عشان لو حد قرا في كتاب مقدس ثاني ترجمه ثانيه هيبقى بتساعد تترجم بيت عبره بيت عينيا، اوعوا تفتكروها انها بيت عينيا بتاعت العظم. دي حاجه ودي حاجه، بيت عينيا لا اليهوديه غير بيت عينيا بيريا. دي اهم مدينه في بريه عايز اعرفها، خلاص؟ ها؟ اطلع بقى لفوق، اقليم المدن العشر، اهم حاجه عايز اعرفها فيه عند ساحل بحر الجليل كده، الحته دي اسمها جدره او جرجسه، اللي هي فيها الجرجسيين او جرسه، يعني تتسمى كذا اسم، مدينه جرسه او جرجسه او جداره. جرسه جرسة أو جرجسة أو جدارة، هي اسمها كده، أسماء يونانية، ودي اللي حصل عندها المسيح شفى المليونين وطلعوا في خنازير ونزلوا البحر. فاكرين الحاسة دي؟ هي دي هنا بقى عند بحر الجليل، هنا في الشرق، عند شرق بحر الجليل. بصوا بقى يا جماعة، يلا بقى نقول بقى كلمتين بسرعة عن الموضوع ده. أنا قلت لكم دلوقتي إن اليهود بتوع إقليم اليهودية يقاطعون إيه؟ السامريين. طب هيمشي ازاي سيد المسيح دلوقتي كيهودي ملتزم والعذراء مريم لما يحبوا يزوروا ويحبوا ويحضروا العيد في اورشليم هيمشوا ازاي؟ هيمشوا كده؟ يا عمر هيمشوا ازاي؟ برافو، هيمشوا كده. نلف لفه بقى نشوف فين القلم الاحمر. او من الناصره اهو هيمشي كده، يعبر نهر الاردن ويمشي بمحاذاة الساحل وينزل هنا كده، يمشي يعبر عند أريحة ويوصل أورشليم. شايفين الخط الأحمر ده؟ هو ده. تاني أهو هيمشي كده، يمشي بمحاذاة الساحل
مشكله. تاني بقى اشرح الحته دي. قلنا ان هما بيقاتلوا السامريين ما ينفعش يعدوا للارض هناك، لان اللي بيعدي من هناك الارض كيهودي ملتزم ده يعتبر ناجس. طب المسيح زار كان يذكر في الكتاب المقدس؟ طالما سادس ما تذكرش ان هو عدى من السامريه يبقى هو مشي زي اي يهودي ملتزم وعبر من الطريق اللي هو ده طريق القوافل والحجاج اللي بيمشوا فيه. لما يذكر في الكتاب المقدس ان هو دخل السامريه يبقى هو دخل، وهو دخلها ثلاث مرات بس. هيذكر في الكتاب المقدس في رحلتنا حياه المسيح هقول لكم بالظبط دخل ثلاث مرات السامريه، هي دي اللي ذكرت في الكتاب المقدس. غير كده يبقى لما يقول السيد المسيح صعد الى اورشليم او السيد المسيح نزل الى الناصره او ذهب الى الناصره يبقى مشي ازاي؟ اوتوماتيك بقى في دماغنا مشي ايه؟ طب تعالوا نبص الطريق ده واخد قد ايه؟ ايام زمان نهر الاردن ده يا شباب 120 كيلو لو خط مستقيم، لكن هو في الحقيقه مش كده، هو ضعفي المسافه يعني ضعف ال 120 مرتين يعني 360 كيلو. وده عشان متعلق، عشان هو متعلق متعلق جدا، فانت الخط المستقيم ضعفين تمام؟ طب قالوا هناك النظام كان بيحصل ايه؟ بيتجمعوا قوافل هنا عند نهر الاردن ويعبروا نهر الاردن. في ناس برضه هتسالني بيعبروا نهر الاردن ازاي؟ هو في قصور؟ لا، حاجه اسمها مخاضه نهر الاردن. ايه المخاضه دي؟ مخاضه يعني ارض ضحله، يعني ارض مرتفعه والميه قليله، فالاقدام ينفع تعبر عليها بالاقدام او بالحيوانات. يعني ارض ضحله، عارفين لما اقول كلمه ارض ضحله يعني الارض مرتفعه والميه قليله. ففي نهر الاردن كان فيه كده صخور عاليه شويه، فدي بيسموها مخاضه نهر الاردن، فيعبروا من خلالها. يعني يمشوا يتبلوا لغايه مثلا الكابون كده بس، فكان لازم يتبلوا ما كانش فيه جسور على ايامهم ولا حاجات زي كده. واساسا نهر الاردن حاجه صغيره، يعني اصغر من نهر النيل في عرضه حتى. اللي يروح يشوفه او اللي راح شافه كده يعني. يبقى ده نهر الاردن تمام؟ يبقى هيتجمعوا قوافل هنا ويمشوا. طب طبيعه القوافل بقى دي عرفناها من الخلفيه التاريخيه، يعني الخلفيه التاريخيه للناس ايام السيد المسيح كانوا بيمشوا ازاي؟ كانوا بيمشوا يتجمعوا قوافل ويمشوا بمحاذاه النهر. ليه؟ عشان قلت لكم الاراضي من هنا من نص مرتفعه جبال ومن هنا الجبال برضه، لكن طول ما انت جنب النهر في ارض حلال مستويه، فبيمشوا بمحاذاه النهر فيبقى ماشيين مع النهر تمام؟ طب وكان زمان يجوا القافله تمشي، فايه اللي يحصل؟ يمشوا طول النهار ويريحوا من الساعه 12 للساعه 4 الظهر ماشي، ويبيتوا بالليل في المكان اللي ميجي الدنيا تليل. ليه؟ عشان ما يطلعش عليهم حراميه بالليل. فيبقى اذا بيستغرق الوقت ده، المسافه دي على فكره من هنا لهنا 250 كيلو، يعني من هنا للقاهره. من هنا للقاهره، هقول لك اطلع امشي زي القوافل، خد الدبه، يعني لما يذكر ان السيد المسيح ركب الدبه في الكتاب المقدس الا بس تدخلوا اورشليم. غير كده كانت القوافل بيبقى للناس الكبار يركبوا الدبه اللي هو الحمار او الاتان، يعني ما فيش جمال عندهم ولا حصنه، والحصنه دي مع القواعد الرومان بس، فدي الوسيله الوحيده اللي ممكن يركبوها الكبار الست. غير كده بيمشوا زي ما قلت لكم، يجي بالليل يبيتوا. المسافه من هنا لهنا تاخد من 6 ل 7 ايام. من 6 ل 7 ايام. يبقى كلمات بسيطه احيانا بنقراها في الكتاب المقدس صغيره لا تعبر عن مسافات طويله ومجهود كبير جدا اتعمل. ارجع لكم بقى في حته كلمه واحده بس، العذراء مريم. عارفين في زياره العذراء مريم باليصابات؟ اليصابات كانت ساكنه في جبال يهوذا، جبال يهوذا هنا. جبال يهوذا تحت هنا، تحت بيت لحم كمان، تحت. جبال يهوذا تحت. تعالوا نبص العذراء، وانا هقول دي وخلاص اختم، كفايه عليكم النهارده الخريطه. وانتوا شاطرين جدا معايا. جبال يهوذا. العذراء مريم يقول الكتاب المقدس كده اول، العذراء مريم البشاره جت لها فين الاول؟ بشاره العذراء مريم الملاك ولا بشاره العذراء مريم كانت فين؟ كانت قاعده فين؟ فين؟ ايوه قلتي في الناصره، برافو عليكي. في الناصره كانت، برافو. العذراء مريم كانت قاعده في الناصره، جه الملاك بشاره وقال لها اليصابتنا ستك حامل. يقول الكتاب المقدس كده فذهبت سريعا الى اليصابات. كلمه سريعا، انتوا كنتوا تفتكروا ان هي ساكنه فين؟ في البيت اللي ورا، صح؟ كل اللي كنت اقوله كده في الناصره. ذهبت سريعا، ده العذراء ساكنه، ده اليصابات ساكنه جنبها، وذهبت سريعا. كلمة ذهبت سريعا، والعضلة كانت حامل في أول شهورها تعبانة، ونزلت مشيت المسافة دي كلها، زيد عليها لغاية جبال يهوذا أبعد من أورشليم، يعني أخدت من 6 ل 8 أيام. في كلمة واحدة بس، وإحنا بنقرا الكتاب المقدس هنقراه بروح جديدة. كلمة ذهبت سريعا دي تبين قد إيه العضلة مريم حبها للخدمة وسرعة استجابتها للخدمة. نزلت جري سريعا من 6 ل 8 أيام سفر في القوافل
وحد قال لي مره كمان عرضه تسافر لوحدها، قلت لهم بقى في قوافل اللي هي سافرت لوحدها فعلا، لان هم بيتجمعوا زي عامله الاتوبيس كده، اول ما القافيه بتتجمع يمشوا. عرفنا منين؟ لما جه السيد المسيح هو عنده 12 سنه كانوا ماشيين قوافل، بيمشوا الاطفال الاول ثم النساء ثم الرجال عشان الرجال يكونوا يعني. فالاطفال كانوا فاكرينه مع الاطفال وراحوا دوروا عليه. فاكرين القصه دي؟ هنفتكرها سوا. فلغايه دلوقتي انا كل اللي عملته ان انا شرحت لكم بس ارض فلسطين واديتكم خيال هنمشي ازاي. طبعا ما فيش وقت ان انا كنا جاهزين نتكلم عن الميلاد واحداث الميلاد، فخليها المره الجايه. بس انا عايزاكم المره الجايه الواجب بقى اللي عليكم هترسموا الخريطه دي حلو جدا، الوانك احمر واصفر واخضر اللي انتوا عايزين تكتبوا لي المدن. يا ريت لو تكتبوا اسماء المدن بره 1 2 3 زي ما انا قلت كده، بيت صيدا مكتبه طبريه، عشان عايزين تكتبوها على الخريطه. اوكي يعني انا اهو عاملاها اهو، انا رسمها اهو على الخريطه ورسمها عايز بالالوان وكاتبه في نفس الخريطه وخط حلو وجميل. عشان كده اديتكم خلوا فرصه للورقه من قدام تكتبوا فيها صح كده، مش هنلحق دلوقتي. فحلو تمام معلش نمشي معاكم. المهم تكونوا فاهمين. حد عنده سؤال في اللي انا قلته النهارده؟